بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتورة سهيرة الهجمي. هكلمكم في كتاب تمريض صحة المجتمع. وعندنا في كتاب تمريض صحة المجتمع خاص بتانية تمريض عام، وهناخد يونت 11، وده آخر يونت بالنسبة لكتاب النظري. Communicable and infectious disease. هبدأ بمجموعة من الترمينولوجي، وهبدأ بأول واحد Communicable disease. Communicable disease it is an illness، مرض. Caused by سببه يا إما infectious agent يا إما toxins. Affect بال infectious agent ده ممكن يكون فيروس أو إيه بكتيريا. هيأثر على أو can be transmitted بينتقل يا إما direct يا إما إيه indirect to the person. هاخد معادلتين مهمين جدا، حاجة اسمها incidence rate معدل حدوث المرض. معدل حدوث المرض هياخد number of new cases is in a given period، عدد الحالات الجديدة اللي عندها المرض، واقسمهم على population at risk المعرضين، واضرب في 1000 هتطلع معدل حدوث الإصابات. prevalence rate، لأ ده أنا عايزة معدل الانتشار، total of new الحالات الجديدة زائد الأولد الحالات القديمة، وأقسمهم على population at risk المعرضين، وأضرب في كام؟ في 1000. خدت تعريف communicable disease، هاخد بقى تعريفات تانية وامشي زي ما احنا شايفين كده، endemic وepidemic وpandemic، كأني بالظبط ماشية مثلث، والمثلث القاعدة بتاعته بتكبر. بدأت بالإندمك الجيوغرافيك، التوزيع الجغرافي في المنطقة اللي أنا فيها، جه مرض اسمه مرض متوطن. refers to prevalence of specific disease، حدوث مرض معين أو infectious مرض معدي في منطقة جغرافية معينة. ابتدت توسع شوية قاعدة العدوى وتزيد وينتشر للpopulation، يبقى اسمها number of cases اللي هي الإبيداميك. number of cases an infectious agent of disease clearly in excess، بتزيد of the normal expected frequency، أكتر من المتوقع. والديزيز ده بيأثر على الpopulation، لا ده أنا وسعت الدايرة أكبر، الهرم أكبر من كده، وعملت وجات لي حاجة اسمها pandemic disease، المرض انتشر من بلد لبلد في نفس الوقت، فانا عندي it is a disease spread from one country to another in short time، في وقت قصير، or occur at the same time، او حصل في نفس الوقت في different country. مثال عندي طبعا اللي هو ايه الانفلونزا. incubation period اللي هي فترة الحضانة. يعني ايه فترة الحضانة؟ من ساعة فترة دخول الميكروب، time of invasion of microorganism to a first appearance لغاية ظهور الأعراض اللي هي الساين والإيه والسيمتومز اوف ديزيز. يعني إيه communicability period اللي هي it is a time during which an infectious may be transferred direct or indirect from person to another، من شخص لشخص، or from animal to man، أو من ال man to الإيه الأنيمال، أو من person للأنيمال. عندنا الكارير، وده اخطر حاجة عندنا، اللي هو carry pathogenic organism in his body، بيحمله في جسمه، وفي نفس الوقت ممكن يخرجه في discharge، اسكان عرق اسكان feces اسكان seminal، without ودي مهمة ما بيحسش suffering from، ما بيشتكيش ولا sign ولا ايه symptoms، ودي ممكن بتقعد معايا فترات طويلة زي الايدز، ممكن يقعد 10 سنين ما يشتكيش من الاعراض، بس بيبقى carrier حامل للايه للمرض. وده بيقول لي he is more dangerous than other source، وده خطر جدا. communicable disease trait، ايه communicable disease trait؟ هيقول لي disease occur harmful agent، حاجة مدمرة، should come into contact يا إما احتكيت with a susceptible host under specified environmental condition. هاخد natural history of disease، طبيعة المرض. ثلاث مراحل لطبيعة المرض أو ثلاثة stage، induction و promotion و expression. ال induction هيقول لي start of pathological process to biological أو physiological أو anatomical change. ال promotion اللي هي period from start of pathological process لغاية start of clinical manifestation of disease. ال expression period start from clinical presentation لغاية ما يحصل outcome of a disease، أو يحصل recovery، إما يحصل إيه death.
كوميونيكابل ديزيز تشين، سلسله العدوى، ودي مشهوره جدا. سلسله العدوى خدناها في كل مراحل الدراسه بتاعتنا. فيها اول حاجه مسبب ايتيولوجيكال ايجنت، يا اما فيروس يا اما ايه بكتيريا. هوست ريزرفوار، والريزرفوار ده بيقول لي الوعاء از ناتشورال هابيت ان ويتش ذا اورجانيزم سرفايف، الوعاء اللي بيعيش في الميكروب بيحصل له مالتيبليكيشن ويبتدي ايه يتكاثر. الريزرفوار ده ممكن يكون هيومن، وده بيقول لي سورتين انفكشوس ايجنت في مجموعه من الامراض المعديه كان اونلي ليف بتعيش ومالتيبل وبتتكاثر انسايد ذا هيومن بودي، زي فيروس سي، زي الايدز. كيس ذات ماي بي ويز، الحالات ممكن يكون عندها كلينيكال النس او سب كلينيكال كيسز، سام تايمز اور ابيرنت كيسز، ممكن تبان عليها ايه الاعراض. كاريرز ديفاين از ان انفكتد بيرسون ذات سيرف service as potential source of infection for others. epidemiological importance of carrier source of a infection. a carrier هو source of infection that are recognized to people or even themselves. they more freely in the community. بيبقى حر في المجتمع ودي خطر جدا. their number may be greater than cases. ممكن تكون حالات الكارير اللي هي حاملة الميكروب اكتر من الحالات المريضة. And effectively may persist to for long time. ممكن ياخد فترات يبقى كارير. الدياجنوزيس نيد لابوراتوري انفستيجيشن، ما بعرفوش بالشكل ولا ليه عليه اعراض، انا لازم اخد منه تحاليل عشان اعرف ان سكان ايه الشخص ده ايه كارير. وبيكون دينجرس بالنسبه لي لان هو ممكن يشتغل ايه بالنسبه لنا ان سام اوكيوبيشن في وظايف معينه زي بلوت هاندل او نورس او تيتشر اند ايه تيكت كوليكتور اللي هو ايه بقى. animal reservoir، animal الحيوان، لو هو بقى reservoir source of infection may be with animals causes disease. environmental ممكن سول الارض زي التيتانوس. portal of exit بوابة الدخول، هي بوابة الخروج. بوابة الخروج بتكون عندي كل الاكسكريشن، كل الحاجات اللي بتخرج بره الجسم من خلال الافرازات. لكن portal of entry كل الفتحات، فانا عندي portal of exit of a infectious agent. respiratory through expectoration زي الانفلونزا والفيروس والتي بي، وده من خلال السبيوتم. gastrointestinal من خلال through saliva زي التيفويد. جيناتو يورين تراكت انفكشن زي التيفويد، وعندي ايه الجونوريا والايدز. skin through skin lesion زي السيفلس، وعندي الشيكن بوكس، وعندي ايه ال made mode of transmission of communicable disease. mode of transmission يا اما قلنا direct يا اما ايه indirect، والرسمه واضحه جدا وهناخد الدايركت يعني ايه والindirect يعني ايه. mode of transmission قلنا direct، direct contact زي skin to skin touch. droplet spread through coughing or sneezing، عشان كده بيلبسوا ايه ماسكات to prevent the infection. contact with soil زي التيتانوس. ترانس بلاسينتا زي الروبيلا او الايدز. الاندايركت زي الووتر والفود والبلاد والبلازما والتيشو. موسكيتو عندنا الدروبليت، يا اما ايه الارتيكلز كونتامينيتد باي انفكشوس ديسشارج. انكيوبيشن بيريد، فتره الحضانه، از ذا تايم انترفال بتوين، احنا خدناها وموجوده عندنا في سلسله العدوى عشان نتكلم على، واحنا بنتكلم على سلسله العدوى، من دخول الميكروب انفيجن اوف اورجانيزم تو ابييرنس اوف ذا فيرست ابييرنس اوف ساين اند اي سامبتومز اوف ديزيز. بريفنتيف ميجر دورينج ذيس بيريد، ايه البريفنتيف ميجر اللي بعملها؟ ايزوليشن اوف ذا بيشنت دورينج ذا بيريد اوف كوميونيكابيلتي. ببتدي اعزله يا اما في الهوم اور ان ذا فيفر اي هوسبيتال، او مستشفيات اللي هي ايه النقاهه. ديس انفكشن اوف سيكريشن، هبتدي كل الافرازات اللي بتخرج من جسمه بتبقى معديه اثناء الفتره دي، فهبتدي ايه during period of a communicability. factors associated with communicable disease. human factors، مين الناس اللي هم عندهم قابليه يجي لهم امراض معديه؟ اللو اميونيتي اللي هم مناعتهم قليله زي الكرونيك ديزيز والالدرلي. ايج زي النيونيت والانيفانت والتشيلدرن والالدرلي. سوشيال كلاس، اللو
اللور سوشيال كلاس اللي هم ايه سافرنج فروم بوفرتي الفقر، فعشان كده ايه مناعتهم بتبقى ضعيفه نتيجه ان هم بيحصل ديكريز كمان امان نيوتريشن. باد هابتس اند بيهيفير زي سموكينج، اكيوبيشن الناس اللي بتشتغل في وظايف معينه زي الفود هاندلر والنورس والفيزيشن. environmental factors unsafe water و supply و food supply واحنا خدناهم اتكلمنا عليهم في كتاب الكوميونيتي. microbial factors المايكرو اورجانيزم عشان كده بيبقى resistance to drug and a vaccine. prevention of communicable disease عشان نعمل prevention of communicable disease ده الدور بتاع النورس وليها main goal. protection population from spread of disease زي الايدز. communicable community health nurse must familiar with basic information عن infectious disease example او include بيشتمل على ايه، تبتدي تدي health education عن causative organism incubation period symptoms protective mode of transmission necessary treatment في نفس الوقت تحط plan of care to prevent transmission of a preventive disease. rule of nurse زي ما احنا متعودين بنمشي بالليفل اوف بريفنشن برايمري وسكندري وتيرشري. برايمري هيلث بروموشن امبروف فود ديستريبيوشن ونيوتريشن، بيزك سانيتيشن، بيرسونال هايجين، هيلث ايدوكيشن، ادابتيشن اوف هيلث فور ليفنج هابيتس، ومارج اند جينيتك كونسلنج، سبيسيفيك بروتكشن من خلال سبيسيفيك اكتيف وباسيف اميونايزيشن، بروتكشن اجينست اكسيدنت كارسينوجينيك الحاجات اللي هي مسببة للأورام، occupational hazard use of specific nutrition و avoidance of a allergy. secondary prevention من خلال prevent complication during pathogenic period and early diagnosis and treatment. tertiary disability و rehabilitation، disability بتعمل prevent complication، rehabilitation disabled بنبتدي نعمل لهم achieve social integration in the a community و help in a disability. control of communicable disease من خلال to prevent spread of disease to susceptible host in the A community include measure toward cases through بنعمل early diagnosis و detection notification و isolation وفي نفس الوقت هنعمل لهم treatment و disinfection the infectious agent excretion of the patient و release the patient to return back on his A society after cure. بس وانا بيرجع للمجتمع بخاف من فترة النقاهة. measure toward contact الناس المحتكين، listen of all contact survival of all contact ان انا هبتدي اعمل لهم medical observational laboratory investigation اللي هم المحتكين او المخالطين، specific protection by passive or active immunization isolation وخصوصا عندي امراض زي الكوليرا والهيلث education. measure toward the environment ببتدي بعمل water purification و sanitation، safe disposable المخلفات، food sanitation و air sanitation و inspect and control و proper ventilation. international control measure في عندنا ايه international control measure زي environmental control و mass immunization و public health education. الانترناشنال كنترول ببتدي بشوف الامراض اللي هي ايه المعديه وابتدي ادي هيلث ايدوكيشن وادي تريتمنت زي سيكشوال ترانسميتد ديزيز فايرال هيباتايتس عندنا ايرلي دايجنوزس اند ايرلي تريتمنت. كنترول ميجر من خلال الدروج ابيديميكس وبدي برايمري سورس اوف انفكشن وبعمل انفستيجيشن وبدي ايه اميونايزيشن وفي نفس الوقت هبتدي اشوف لو في اي سورس من الانفكشن هبتدي ايه اعمل له كنترول. هيلث ديبارتمنت ريبورتنج ريكواير فور كوميونيكابل ديزيز تول انتو كونسيدريشن ذا فولوينج اليمنت. public health importance of disease include morbidity بشوف الموربيديتي والمورتاليتي، preventive measure و epidemic potential of disease و national control. ده اخر حاجة خدناها عندنا في الكتاب بتاعنا وخدنا 11 باب. الباب ال 12 عبارة عن شيت
ابليكيشن للايه العملي. ال11 باب اتكلمنا فيهم على الكوميونتي هيلث نورسينج، وخدنا بعد الكوميونتي هيلث نورسينج عملنا اسسمنت للمجتمع، وبعد ما عملنا اسسمنت للمجتمع عملنا حاجه اسمها ليفل اوف بريفنشن. بعد الليفل اوف بريفنشن ابتدينا نعمل حاجه اسمها هيلث بروموشن. بعد الهيلث بروموشن في الباب الخامس عملنا حاجه اسمها اللي هي نظام الصحه في مصر، وابتدينا نشوف نظام الصحه، وقسمت الباب لحاجه اسمها برايمري هيلث كير اللي هي الرعايه الصحيه الاوليه. من اول الباب السادس ابتدينا نتكلم على المجالات اللي هي ممرضه صحه المجتمع بتشتغل فيها. مشينا من اول الفاميلي، وبعد الفاميلي اتكلمنا على السكول، بعد السكول اتكلمنا على الهوم فيزيتس، بعد الهوم فيزيتس اتكلمنا على الاوكيوبيشنال في المصانع. عندنا من ضمن الحاجه اتكلمنا دلوقتي اخر حاجه على الكوميونيكابل ديزيز اللي هي الامراض المعديه وطرق انتشارها وبتنتشر ازاي، وعملنا المعادله ان احنا نشوف طرق انتشارها والرول اوف كوميونيتي نيرس تو بريفنت ترانسميشن اوف ديزيز، والرول الاساسي اللي احنا خدناه طول ما احنا ماشيين في الرحله بتاعتنا في كتاب الكوميونيتي ان احنا تو بريفنت ديزيز اند بروموشن اوف health. Thank you.